الليلة على شاشة الام تي في برامج كتيرة وبرامج منوعة منشوفها مش بس اليوم إنما خلال كل الأسبوع. لمحة سريعة عن سهرتنا الليلة يلي بتبدأ مع عالم الفن، الموسيقى، الصيف، البحر والفرح. أكيد عم بحكي عن تلفزيون الواقع، عن ستارز أون بورد يلي من خلاله منتعرف على النجوم المفضلين لنا بغير طريقة، بيكونوا أقرب أكتر للناس، بيكونوا بطريقة غير رسمية. خلينا نقول خلينا نشوف مقتطف صغير من حلقة الليلة ونتابع. تعال نشوف كيف شكلك بيطلع الشبور. فمل هذي بحر. اكسكيوز مي، هاو ماتش؟ مبروكة. اوه مسعودة. شكرا. لو صحة. أثناء الجولة في أزقة جزيرة ميكونوس لفتني اهتمام الفنان صابر الرباعي بتلك القطة الصغيرة. دفعني لسؤاله عن الأشياء المشتركة ما بين القطط والنساء. القطة خائنة إلى حد ما. شوي إيه، يعني أنا مرة عملت فيها عمل هون، مشيت الدكتور وكذا مشان هيك يشبهوا النساء للقطط. أثناء هالجولة بعتقد أنه صار في نوع من الصداقة مع الفنان صابر الرباعي، وهذا ما دفعني إلى بعض الأسئلة اللي تختلف قليلاً عما يسأله عادة الصحافيين الفنيين في مقابلاتهم ذات الطابع الفني. لأنه هو أساساً لأنه الست عندها ظافر والقطة عندها ظافر، ممكن لأنه بيضل يسموهم إيه، بيشبهوهم بالقطة، بس مش يعني إلى حد ما. لكن حتى القطة في نظافتها وفي كمان في نعومتها وفي هي ناعمة، لكن أحياناً والمرأة نفس الشيء. إذا استفز الرجل خلص. أخذنا الحديث مع الفنان صابر الرباعي إلى الأبعاد الفلسفية والفوارق ما بين طباع الرجل وطباع المرأة. الذكور لأي نوع من الحيوانات أقرب؟ أحنا؟ إيه. بقولوا للأسد. لا بلا هيك بقولوا؟ لا هات لنشوف. عنده من الأسد وعنده ولكن أحياناً يتصرف بدون تفكير. هو الأسد لازم له إيه؟ يعني لأنه قوة أكثر منها عقل. الرجل ممكن يكون نحكي عن الرجل بصفة عامة، يعني ممكن أنه يكونش بالشيء هذي، فهو يحاول يستعمل قوته قبل ما أنه يستعمل عقله. أما من بعد ستارز أون بورد وعلى الساعة 9:30 رح منشوف إعادة لحلقة من حلقات الليلة جنون مع جنون ماريو باسيل وجوفو. أكيد بذكركم مشاهدينا أنه أي فقرة أو أي برنامج ما قدرتوا تحضروه mtv.com.lb و mtv app يلي رح منشوفها بعد شوي أنا وياكم. إنما من بعد ما نشوف فيديو ماريو باسيل أو بعض المشاهد من حلقة الليلة جنون، خلينا نشوف. خليني ببالك كوني قطعة مني، اللي بيعشق مثلك بعمره ما بيتني. خليني ببالك كوني قطعة مني، اللي بيعشق مثلك بعمره ما بيتني. عدي عايدك ليش وليش بلكي أنا ما بقدر عيش، قديش بحبك
هيدي أجواء الليلة على شاشة الام تي في، أكيد برامج منوعة منشوفها تباعاً خلال الأسبوع، ومنعرفكن عنا خلال برنامج ام تي في ألايف بثلاث محطات واتس ام تي في يلي منشوفهم بنهارنا سوا. وبذكر المشاهدين أنه ام تي في أب الابليكيشن تبع الام تي في جاهزة عند الجميع، لكل يلي بعد ما نزلوها ينزلوها، ولكل يلي عندهم إياها ولكن بحاجة لأبديت ضروري ينعمل أبديت لحتى تكونوا معنا عم بتواكبوا كل برامجنا. ام تي في اب سهلة جدا، رح بكون انا وياكم شوي هيك عم نشوف كيف منقدر نتحكم فيها او كيف منقدر ندخل على كل البرامج. طبعا اللغة بداية بتتغير مثل ما كل شخص بيحب. هون عم نشوف القسم يلي مخصص للأخبار، الأخبار كلها أخبار مهمة يلي هي دايماً بتكون عم توصلنا بالنوتيفيكيشنز، أخبار محلية وأخبار دولية سهلة. رح منرجع نشوف البرامج الأخرى، طبعاً فينا نفوت على الإعادة، إعادة كل البرامج، سياسة البرامج الجارية ام تي في الايف كمان، والأرشيف مقسمين دايماً بفئات لحتى كل شخص يشوف هو شو عباله يحضر، حتى الحلقات الخاصة يلي مرقت على شاشتنا كلها ممكن نرجع نشوفها، الأفلام، الكوميديا، اجتماعي وغيرها. فينا نتشارك نحن وياكم الخبر أيضاً، وفينا نشوف كل جدول البرامج لليوم ولا هالأسبوع على شاشة الام تي في. ام تي في دايما مواكبتكم مشاهدينا لتكون على حسن ظنكم. نحن رح ناخذ هلا وقفه سريعه ومن بعدها بنكون مع أوروسكوب.